احنا اليوم جينا محتفلين بعيد ميلاد صاحب سمو الملكي الامير مولاي الحسن، وحنا جد فرحانين كنقولوا ليه عيد ميلاد سعيد وعقبال ألف سنة إن شاء الله، وكنقولوا بأن سيدنا تاج فوق راسنا الله ينصره والله يعطيه الصحة والعافية إن شاء الله. الحمد لله كما كنشوفوا دابا تبارك الله الحفل ناجح، كيبان لي ناجح في 100%، والجمهور كثير تبارك الله، والناس فرحانين الحمد لله رب العالمين. وكنتمنوا إن شاء الله نعاودوا هذه الأفراح وهذه الحفلات إن شاء الله بالمناسبات الوطنية، المناسبات الدينية، عيد العرش، عيد الشباب، مثلا عيد المسيرة، عيد الاستقلال، عندنا بزاف ديال الأعياد إن شاء الله ونحتفلوا. وكنبغي نقول للمسؤولين في المدينة ديال سلا بأن رحنا كنخدموا وكنواكبوا مثلا كاع السهرات اللي كاينين عندنا في المدينة، أي حفل إن شاء الله كنكونوا فيه بالفولكلور ديالنا. وكنبغي نوجه لهم رسالة بأنهم راه الفنان السلاوي كيعاني التهميش والإقصاء، وكنقول لهم بأن كاين حفلات اللي كيكونوا في المدينة ديال سلا وكيجيو ليها فنانة من مدن أخرى وما كيستافدش منها الفنان السلاوي. وكنبغي نقول حاجة أخرى، كنبغي نقول بأن سلا فيها تقريبا 15,000 موسيقي، الموسيقيين والفنانين ككل، من فولكلوريين، مسرحيين، من سميتو، وهذه شريحة كبيرة ما خصناش نستهنوا بها، وخصنا نتعاونوا مع الفنانة السلاويين. فاليوم احنا هنا احتفال كبير اللي هو الذكرى عيد الميلاد ديال ولي العهد مولاي الحسن حفظه الله ورعاه. فنتمنى ان الجمهور يستمتع بهذا الحفل هذا. وبعد كنشكركم وكنشكروا لهذه المنابر الاعلاميه اللي كتواكب هذا النوع من ديزيفينمون كي نزو مونكي. راك تعرف على المغربي وماشي غير المغربي، في العالم كانت الجائحه اللي كانت حبست كل شيء. الحمد لله الامور هذه سنه والامور غاديه وكتحسن. الله يدوم علينا هذه الاحتفالات هذا، والله يدوم علينا الافراح، ودعواتنا لسيدنا الله ينصره الله يشافيه والله يبعد على المغرب ديالنا البلاء. وحاجه واحده اللي هي مهمه هي الاحتفال هذا، سي با اون فيت اوردينير، هي كتسمى نورمالمون سي تلاحم وتاكيد ان المواطن المغربي متشبث بالعرش ومتشبث بالاسره العلويه الشريفه حفظها الله ورعاها. حس لي الشرف انني نحضر هذا الحفل اليوم بدعم من وزاره الثقافه، وكنشكر الجمهور الكبير بمناسبه عيد ميلاد صاحب السمو الامير مولاي الحسن الله ينصره ويطول عمره. قررنا اننا نديروا هذا الحفل هذا بمشاركه من نخبه من الفنانين والاصدقاء ديالنا، وكنتمنى من الله هذه المناسبه دي تعجب الجمهور الكريم. جمهور رائع جدا، منظم، الله يعطيهم الصحه، يعني من البدايه حتى النهايه كان ما شاء الله عليهم.